انا بس جيت لما جيت بقى دخلت وجيت استقريت عملت المكتب فمش قادر اقاوم. عملت ايه بقى؟ صح، فحضرتك عارفه طبعا ان انا خريج الاكاديميه فنون مسرحيه تمثيل واخراج تخصصي يعني. فقمت عملت كورسات تمثيل حلوه قوي عندي فري من غير ما تاخد مقابل. بدون مقابل خالص، انا بعملها ليا انا عشان انا محتاج اعمل كده، عشان انت برضو لئيم فنيا، انت عايز تفضل موصول بالحكايه طبعا، فتتعلم مع العيال وتعلمهم. و... وانت اكيد برضو عشان انت عندك دراسه، يعني 4 سنين دراسه، فانت عينك بتلمح عند كل حد ممكن تطلع منه ايه وتعمل انت، يعني انت كانك بتلعب بس طب ليه من غير اصل حقك انك بتضيع زمن فتاخد مقابل عليه، مش حق مشروع. لا لا، انا بس عندي وجهه نظر في تعليم الفن. ايه بقى؟ ان انا ما اقدرش اخد مقابل لاسباب. اولا انا الهدف شخصي اصلا، يعني انا نفسي اللي عايز ادفع فلوس عشان ادي كورس، عندي استعداد ادفع فلوس عشان انا ادي كورس وامارس هوايتي بمزاجي بمزاجي. بس انا الفكره كانت عندي، انا وجهه نظري انا في الموضوع ده، ان اعمل امتى اخد فلوس؟ لو انا بعمل كورس تمثيل متخصص بكل تفاصيله، مسرح، اذاعه، تلفزيون، ده كورس التمثيل، مش ان انا اعلمه يتكلم قدام الكاميرا او ان هو يمثل بس او يشوف عيوبه ويحاول يصلحها. لا ده كلام بسيط يعني، على ان انا اخد عليه فلوس، انا وجهة نظري كده. لا بس في زملاء بيعملوا ده، وفي اماكن بتعمل ده بمقابل مادي، وهي المساله اصلها خاضعه للقبول او الرفض. يعني انا عايزه اتعلم ف مش يعني بالغصب. ما طبعا. بس انا مش ما كنتش حاسسها كده بصراحه. انا حاسس ان انا ده ان ده زي جيم، انا في جيم جميل مع ناس. انا وصلت في التحدي مع نفسي كده، ان انا في بنت كانت عندي في الكورس عازفت شيلو جميله جدا، فمامتها بتجيبها كل مره يعني. فمامتها جت في مره انا بعمل تمرينات وبفك الناس تماما وكده، قالت لي بعد اذنك هو انا ممكن اعمل التمرينات دي؟ مامتها. قلت لها ممكن، انت لو ما جيتيش بعد كده كل يوم مش هدخلها. فجت فبقت قوية جدا، جواها ممثلة رهيبة رهيبة. اكتشفت ان بيبقى فيه دايما حتة محتاجة تتكسر عند الناس، بس جرأة كده، سنة جرأة تطلع طاقات رهيبة. فاستمتعت جدا واشتغلت مع ناس كتير، فده كان متوازي دايما، موازي دايما لشغلي في المكتب يعني. فكنت بعمل